بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. فريقي مشجع برشلونه، عارف اكتر حاجه بتزعل بجد ان هانز فليك الوقت اللي قرر فيه يعتمد على المنظومه ويعتمد فيه على ان احنا بقينا منظومه وان احنا هنكسب سواء بوجود لامين او من غير لامين، بوجود مستوى رافينيا العالي الفتره الاخيره او من غير رافينيا، فعل كابوس كبير. ان اصحى احنا مش منظومه، احنا لسه بنبني منظومه. اصحى احنا مش فريق يعرف يكسب باي حد. اصحى احنا مش برشلونه بنحضر. دي مشكله ومعضله الماتش بتاع الصبح. مش قصه ان برشلونه خسر، قصه ان انت كنت بادي بدايه كويسه وقررت ان انت تعمل رهان في نص تجربه. انت ما كنتش لازم تعمل الرهان ده، انت كنت ممكن تلعب ماتش النهارده وتكسب عادي، وكنت ممكن تلعب ماتش انجي بويز باي حد. هتقولي طب ما احنا كنا ممكن نلعب ونخسر عادي، بس هتكون بديت باللعيبه التوب فورم عندك، ولو خسرت محدش يقدر يتكلم معاك. انما دلوقتي انت اللي هتشيلها. يعني دلوقتي انت قررت ان انت تلعب رهان المنظومه، رهان ان انا اقدر اكسب بلامين، اقدر اكسب من غير لامين، اقدر اكسب برافينيا، اقدر اكسب من غير رافينيا، اقدر اكسب بفيران توريس، اقدر اكسب بباو فيكتور، اقدر اكسب ببيدري وإيريك جارسيا وبابلو توري، اقدر اكسب باي حد. والحقيقه برشلونه ما وصلش لسه المرحله دي، لسه بنبني. لسه اصلا بنعاني، ولسه اصلا عندنا مشاكل. احنا الحارس بتاعنا جاله رباط صليبي، خط الدفاع بلعب بسيرجيو دومينجيز وبلعب كمان باو كوبارسي وجيرارد مارتن وجول كوندي، يعني حتى بالدي كمان انا بريحه. ليه؟ معلش، يعني انا بضحي برافيني، بضحي بجبهه ناحيه الشمال كامله، وبضحي بلامين يامال مقابل فيران توريس. فيران توريس ده بالنسبه لي وجوده برشلونه بيعصبني، فقصه ان انا العب بفيران توريس يمين وخلي لامين يامال موجود معايا دك، انا بصراحه كنت عارف ان انا هنغلب صراحه. انا شايف اوساسونا ضغط عليك، اوساسونا حس بالاهانه، حس ان ما ينفعش ان انت تعمل معايا كده على ملعب وسط جمهور وتيجي تلعب بالبدلاء علشان خاطر انت واثق انك هتكسب، مع ان الفرقه يعني كانت باديه بدايه محترمه. يعني انت بتتكلم على فرقه من 7 ماتشات واخد 11 نقطه، فاوساسونا مش الفريق الميت اللي انت هتيجي تعمل ما قدامه الرهان ده. للاسف كان نتيجه الرهان انك لبست جونين، وكان نتيجه الرهان ده انك اتخليت عن الرهان زيك زي اي مدير فني لما الرهان بتاعه بيفشل بتتخلى عنه. اول حاجه بتعملها ايه هي؟ يلا لمين يا حبيبي سخن، يلا لمين يا حبيبي سخن وهننزل مكان باو فيكتور، ويلا لمين ينزل يا حبيبي 59، ويلا رافين ينزل مكان بابلو توري. طب ليه؟ طب ليه عملت كده من الاول؟ احنا مش منظومه، احنا مش هنا بايرن ميونخ، احنا مش فريق بيكسب باي حد، احنا فريق لسه بنبني، احنا فريق اصلا بنعاني في قصه البناء، وبنعاني اصلا في ان احنا بنحاول نرجع وبنحاول نرجع نفسنا. انا كمشجع برشلونه مش هقول لك يا عم انا عايز اصعد من اول 8 في دار الابطال، انا هضحك عليك، انا عارف ان انا كده كده هخش تصفيات على الثمانيه اللي هتصعد من التصفيات، انا عارف ان انا هخش من اول التسعه لحد ال 24 في التصفيات علشان اصعد دور 16 في دار ابطال اوروبا، مش هضحك على نفسي واقول لك ان انا هعدي من دور هعدي على طول وهبقى في الفرق الكبيره في اوروبا. فرقتي ناقصه كتير. انا فرقتي حتى الحارس اللي انا عايز ارجعه من البيت يلعب كوره بيتشرط عليا ويقول لي انا عايز العب اساسي ماليش. احنا ناقصين، احنا مش منظومه، احنا فرقه اللعيب الواحد، احنا فرقه اللعيب اللي لما بيغيب الفرقه بتقع، وده حصل النهارده. نزلنا لامين جبنا جون، حسب على ضربه جزاء، هدف ثالث ثم هدف رابع ثم خلص. معلش هنزل بالدي مكان جيرار مارتين. طب انت كده عملت ايه؟ ورجعت كاسادو مارك كاسادو مكان ليفاندوسكي. طب انا عملت ايه؟ ما انا رهنت رهان وفشل، وبقول للناس كلها ان رهان ده فشل. لامين ريحت لامين ولا ريحت رافينيا ولا مني عرفت اكسب الماتش؟ يعني انا لاميني قدرت اثبت للناس ان انا عندي منظومه، ولا مني قدرت اعمل نتيجه ايجابيه؟ طب ليه؟ طيب رهان ما كانش في وقته، انت كنت بادئ بدايه حلوه، واحنا اصلا فريق معدوم الشخصيه، فاحنا كنا محتاجين الثقه دي. يعني احنا فريق معدوم الشخصيه، اول ما لبسنا هدف ايه ده الدنيا كركبت، لبسنا هدف تاني على طول. فليه ده سؤال مهم، ليه هانز فليك ضيع الماتش ده؟ مش عارف. طب هو كده طلع كسباني ما كسبش اي حاجه، لا رايح لامين ولا رايح رافينيا ولا رايح مارك كاسادو ولا عمل اي حاجه. بس هو اعتقد ان ده ماتش لازم يفهم ان هو ما عندوش في بودله، هيمشي نفسه ازاي؟ الله اعلم. الموضوع في برشلونه صعب قوي، لان قصه استمرار لعيب زي فيران توريس ده غريبه. فكره باو فيكتور هو لاعب كويس، بس كويس وسط منظومه شغاله، مش كويس وسط انك تبني عليه المنظومه.